القاهرة تقدم. كثير من الناس يهتم بالمغارف ولا يهتم بالمعارف. نقطة في كلمة ممكن تغير حياة أو مستقبل بشر. لا، ليست النقطة وحدها هي السبب، والفارق نقطة. الأستاذ الدكتور أسامة أحمد شوقي، أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني، والأستاذ الزائر بالجامعات الألمانية في جراحة المناظير. عرب وغرب، ما الذي يمكن أن تصنعه نقطة لكي تصنع هذا الفارق الرهيب بين علومنا وعلومهم، بين طبنا وطبهم على وجه الخصوص؟ في القرن الثاني عشر كان العرب فوق السماء وكان الغرب يعيش في الكهوف. جميع المؤلفات والمراجع العلمية في الفلك والهندسة والطب والأدب كانت تنقل عن العرب، وكانت تدرس في الجامعات الأوروبية وجامعة مونبلييه في فرنسا وجامعة بادوا في إيطاليا. كانت المؤلفات العربية لابن سينا والراوي وابن رشد والفارابي والقاسم الزهراوي، كل هذه المؤلفات كانت تدرس، وكان الغرب يتعلم العربية من أجلنا. تاريخا لم نعيشه عاشه العرب في نعم، وواقعا نحياه في نقم، والفارق نقطة. تحركت النقطة من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر وانقلبت الموازين، وأصبح الغرب هو في السماء، وأصبح العرب خرجوا من التاريخ ودخلوا إلى الجغرافيا. إذن هي ليست نقطة ولكنها مساحة تاريخية وزمنية وجغرافية. هي فجوة. في الغرب تعليمهم ينمي ملكة الإبداع، والعرب تعليمهم ينمي ملكة الإيداع، والفارق نقطة. الإيداع أو الاستيداع أو الخروج إلى المعاش. تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عام 2005 لتقييم البحث العلمي في دول العالم، تقيم مقياس تقدم الدول من الناحية العلمية بعدد ما ينشر لها من دوريات علمية يتم اقتباسها أكثر من 40 مرة. أتريد أن تعلم نسبة مصر؟ نعم. 0.02%. تكملة لهذا، يقاس تقدم ثقافة الدول بمقدار ما يترجم من اللغات الأجنبية إلى لغة هذه الدولة سنويا. في الغرب مريضهم يدخل المستشفى ليشفى، أما عند العرب فمريضهم يدخل المستشفى ليشقى. هذا جزء من سلسلة من تقصير أو نقص شديد في الموارد، لأن الطب ليس فقط طبيب ببلطو أبيض، الطب وسائل مساعدة في التشخيص وفي العلاج، ونحن للأسف نفتخر ليس لأننا لا نمتلك، ولكن لسوء توظيف الموارد. هم ينتفعون بخيرة شبابنا، والعرب سبب حيرة شبابهم، والفارق نقطة. لا أوافقك عن كل العرب، هناك الكثير من الدول العربية التي حققت طفرة في الرعاية بالشباب والاستفادة من خبرتهم، ولكن في بعض الدول ولن نذكر أسماء الشباب يطحن ويخرج طحينا بعد أن كان نوابغ للإبداع ومنارة للثقافة، وتجدهم في جميع دول العالم أسماء عالية، أسماء منيرة في سماء العلم. وأفتخر بالطبيب المصري مجدي يعقوب الذي وقفت ملكة إنجلترا يوم تكريمه وتعيينه بلقب سير، قالت له: أنا ملكة إنجلترا قررت أن أرفعك أن تكون ملك، وصمتت لبرها فشهق الناس: هل جنت هذه السيدة وستعينه ملكا؟ فقالت: عينتك ملكا للقلوب. الأستاذ دكتور أسامة أحمد شوقي، في الغرب يعرى الخطأ والمخطئ، أما عند العرب فيعزى الخطأ إلى القضاء والقدر، والفارق نقطة. لدينا سبب وحجة لكل مأساة ولكل خطأ. قطر يعمل حادثة نقول أصل الجزرة اتسحبت، حضانات أطفال ولعت أصل الكهرباء اتقطعت وحصل ماس في الكهرباء. فأعتقد أن هذه المبررات مسلسل لتكرار الإهمال وعدم مواجهة الواقع. غدا والفارق نقطة. جلال السيد.